قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. في الأسبوع الماضي تحدثنا عن مصيبة الموت التي ذكرت في هذه الآية نقص الأنفس، وكيف نصبر على هذه المصيبة. اليوم مشيئة الله نتحدث عن الفقر. الآية ذكرت نقص الأموال ونقص الثمرات والجوع. هذا الفقر كيف عالجه الإسلام وكيف يصبر عليه المسلم؟ وكما نعلم جميعا فإن بلاء الفقر هو بلاء شديد ثقيل على النفس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الفقر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. ولقد أخبرنا الله عز وجل في سورة الإسراء أن مسألة التوسعة في الرزق أو التضييق فيه إنما هي لحكمة من الله عز وجل، فقال تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولكن على العباد أن يأخذوا بأسباب الرزق ما وسعهم ذلك، ثم بعد ذلك يرضى المسلم بما قدره الله عز وجل عليه، ولا يمنعه هذا الرضا من أن يأمل في فضل الله عز وجل وأن يدعو الله أن يكشف عنه الفقر وأن يوسع له في رزقه. وبعد فنرحب في حلقة اليوم من يستفتونك مع فضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مرحبا بك دكتورنا الكريم. مرحبا مرحبا أخي الحبيب النجيب الأستاذ طارق والإخوة الأحبة الفضلاء، فريق البرنامج بالكامل بلا استثناء وإدارة القناة ومشاهدينا الكرام لهذه القناة المباركة وكل مسلمي العالم الآن، أحيي الجميع بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أي نعم، جزاك الله خيرا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما هو الفرق بين الصبر على الفقر والاستسلام للفقر؟ طيب ما نشوف الفقر الأول إيه؟ بالتأكيد شيخنا. إن شاء الله. الحمد لله، كل زفير وكل شهيق في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، بجميع محامده في علمه، على جميع خلقه في علمه، على جميع نعمه في علمه عز وجل. حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده، ولا يحصى عديده ولا يفنى مديده، ولا يفرغ مزيده ولا ينتهي أمده، في مثله في مثله، وهكذا دوليك صرمدا في صرم بدوامك. ومع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، فاكتبنا معهم من الحامدين حتى نكون من الحمادين. وأكثر خلقك لك ذكرى، وأعظمهم لك شكرى وخشية، وعندك قدرا وأجرا. والشهادة لله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ولصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد الله بالنبوة والرسالة. اللهم ألزمنا إياها واجعلنا أحق بها وأهلها بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك منزلة، منة منك وكرمة كما قلت وقولك الحق، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فحققنا اللهم بدقائقها حققنا اللهم بدقائقها ورقائقها، وألزمنا بمواثقها، وعصمنا بمنك وطولك وفضلك من نواقضها ما أحييتنا، واختم اللهم لنا بها بأسمائك الحسنى، اجعلها آخر كلامنا. وكل من يقول آمين أثناء البث الآن أو يسمعه بعد ذلك ما شاء الله تعالى، كل من يقول آمين أدعو الله تعالى أن يكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اختم لنا بها بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك المنزلة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه كل زفير وكل شهيق، عدد وملء وزنة خلقك، عدد وملء وزنة كل شيء، عدد وملء وزنة كل ما أحصى كتابك وجرى به قلمك وأحاط به علمك وسعت رحمتك وعلمك وعرشك وكرسيك ومن شئت من شيء بعد، ملء وزنة أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء بعد، عدد ما في أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء بعد. وكلما صليت أو سلمت أو صلى أو سلم علي أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، فاكتبنا اللهم من المصلين والمسلمين عليه معهم مثل ذلك وعددا في عدد ومثل صلاتك وسلامك عليه في علمك في ملكك في دوامك، حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أكثر خلقك صلاة وسلاما عليه، ونكون بمنك وطولك وفضلك أقرب خلقك منه مجلسا يوم القيامة. اللهم آمين. وبعد، اللهم آمين يا رب.
فإن هذه الدنيا دار بلاء. أي نعم. متعدد ومتشعب. بالأمس القريب يوم الجمعة تحدثنا عن نوع من أنواع البلاء. أي نعم. المرض. وقبله الموت. الموت عفواً. نعم. وتحدثنا يوم الخميس عن يعني إيه بلاء عام وهكذا المرض وغيره. أي نعم. وما أكثر أنواع البلاء، فهذه الدنيا دار بلاء. والمولى عز وجل يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أي نعم. والآية التي حضرتك صدرت بها حلقة اليوم وقلناها قبل ذلك، قال تعالى في البقرة سنام القرآن أطول سورة في القرآن، يقول تعالى ولنبلونكم، وقلنا لله تعالى في كل محنة منحة. أي نعم. في كل محنة أي في كل شدة منحة، يعني فضل ولطف. حتى قال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى من يعني من فكر أن لطفه ينفك عن قدره أن لطفه ينفك عن قدره فهو قاصر في نظره، قاصر في نظره اللي يتصور أن قدر الله ينفك عن لطفه. فالله تعالى لطيف بعباده كما قال تعالى في الشورى في مسألة الرزق بالذات، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يقول تعالى مشيرا إلى هذه اللفتة أن لله في كل محنة منحة. ولنبلونكم كما قلنا بشيء. أينا. شيء من الخوف. شوف بشيء وبعدين من الخوف، لم يقل ولنبلونكم بالخوف. لا يهدأ الإنسان ولا يهنأ ولا يهدأ له بال ولا يستريح له خاطر إذا كان كل حياته كلها خوف وكلها إرهاب. ولذلك يقول تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والشاهد في حلقة اليوم ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال تعالى بشرى الثلاث وبشر الصابرين على هذه الابتلاءات، النقص في الأنفس والنقص في المال. قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، أي مصيبة؟ إذا أصابتهم مصيبة، ومصيبة دي نكرة جاءت بعد أداة الشرط إذا، وهي من صيغ العموم، فكل نكرة جاءت بعد أداة الشرط أو تأتي بعد أداة النفي تفيد العموم. أي مصيبة؟ مصيبة الفقر، مصيبة المرض، مصيبة الموت، مصيبة الشدة، مصيبة أي مصيبة. إذا أصابتهم مصيبة، أي مصيبة؟ قالوا، أدي واحد، أدي أول أدب من أداب المصائب، من أداب البلاء، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أري واحد، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يبقى لهم آداب قولية ولهم آداب عملية. الأدب القولي قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ليس لنا شيء في أنفسنا، لا نملك أنفسنا، نحن ملك لله عز وجل، يفعل فينا ما يشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعدين البشرات الثلاث، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. والآية الثانية في سورة الفجر تشير إلى أن الفقر نوع من أنواع البلاء، ولكن لا يدل ذلك على إهانة. معي أستاذ طارق؟ معك شيخنا. نعم. انتبه نقطة مهمة جدا، الفقر بلاء ومع ذلك لا يدل على إهانة من المولى عز وجل لمن ابتلي بالفقر، كما أن الغنى لا يدل على الإكرام. لا 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 لا. ولذلك يقول تعالى اسمع الآية وتدبر وتأمل وتفكر فيها. يقول تعالى في الفجر فأما الإنسان، الإنسان كل إنسان، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، لاحظ العبارة، إذا ما ابتلاه أو بلاه ابتلاه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، هو يظن كده فيقول ربي أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه، أي ناحية تانية هو، وأما إذا ما ابتلاه هو، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، قلنا قدر يعني ضيق، ضيق عليه فرص، كما قلنا في آية الأنبياء يوم الجمعة، فظن أن لن نقدر أي لن نضيق، وهنا كذلك. نعم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه. وحضرتك تلوت الآية، إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط ويوسع وبعدين يقدر أي يضيق. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا كلا
لم يقل لا، إنما قال كلا، أبلغ من لا. يبقى زجر وردع عن أن يكون هذا الفهم الصحيح لبسط الله تعالى الأرزاق لعباده وتقدير وتضييق على البعض الآخر. لا يعني، ولذلك لو كان بهذا المفهوم إن البسط في الرزق والسعة في الرزق إكرام والتضييق فيه إهانة، يبقى معنى ذلك ربنا يكرم الكفار على المؤمن عن المؤمنين؟ كلا كلا، يستحيل. ولذلك يقول تعالى في سورة الزخرف مبينا ان هذا فهم وهم وليس له رصيد من الحقيقة وليس له اساس من الصحة. يقول تعالى في سورة الزخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فخلوه قرين وانهم ليصدهم عن سبيل. قوله تعالى في سورة الزخرف يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. اسمع الآية، ربنا لم قسم الأرزاق بس لا على أساس يعني إكرام ولا إهانة، لا، لحكمة يعلمها الله عز وجل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، بضم السين أو بكسرها، يتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الآخرة عند ربنا المتقين. ربنا يعني بصر، لو أنه يعني يريد أن يفعل ذلك لفعل، لكن لا يظن أحد أن الغنى دليل إكرام من الله ولا الفقر دليل إهانة أبدا. طب شيخنا معلش، في هذه النقطة شيخنا حضرتك ذكرت بأن يعني في كل منحة أو محنة منحة محنة. آه نعم، في كل محنة منحة. نعم، طيب شيخنا هذه النقطة تحديدا مثلا، ما هو الشيء اللي الإنسان ممكن يفرح به في حال الفقر؟ اللي يفرح به أنه الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام وحسابهم قليل، لأن كل من كثر ماله كثر زاد حسابه والحساب. ولذلك يعني وبعدين انظر الأنبياء، الرسول عليه الصلاة والسلام من الله تعالى فقال ووجدك عائلا فأغنى. واسمع موسى كلم الله نبي الله من أولي العزم، يعني لما سقى للفتاتين والقصة في سورة القصص، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ انتوا واقفين بعيد ليه وبتدفعوا الأغنام بعيدا عن السقي ليه؟ قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يزر الرعاء. المرأة المسلمة إذا اضطرت للخروج العمل لا تزاحم الرجال، لا، إنما تحافظ على عفتها وعلى شرفها. ولذلك قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وإن اختلطت تراعي الضوابط الشرعية، فلا تبرج ولا سفور ولا خلوة ولا خضوع بالقول وهكذا. ولذلك قالت لا نسقي حتى يزرع. وأبونا كأني سأل فقال لماذا خرجتما من البيت إذن ما دام عندكم هذه العفة وهذه الحشمة، لماذا خرجتما؟ قالت وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. مش سقى لهم وبعدين رمالهم رقم التليفون، لا 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 لا، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه قص على القصص قال تخف من أجل. اسمع ما قال موسى عليه السلام، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. معايا؟ أي نعم، معك شيخنا. نعم، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف موسى كلم الله نبي الله، وهل هناك من هو أكرم على الله من الأنبياء الذين اصطفاهم الله تعالى؟ الله يصطفي من الملائكة ورسل من الناس، يعني الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومع ذلك موسى يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت. فلما يصبر الله سبحانه وتعالى، يعني هنا بقى إجابة السؤال نصا في كلامك، الفقير لما يصبر على فقره يعني ما جزاؤه؟ الجزاء ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الزمر التي تعرضنا عليها قبل ذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليس كما يفهم العامة من الناس يقول لك غني الدنيا غني الآخرة، لا، ده كلام ده لا أصل له من الصحة. ولذلك لابد من أن ننتبه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الرسول عليه الصلاة والسلام يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، والسيدة عائشة كما في الصحيح تقول كان يمر الهلال والهلال والهلال
ثلاثة أهلة ما يوقد في بيت رسول الله نار. فسألها ابن أختها ابن أسماء: فما كان طعامكم يا خالة؟ يعني شهر واثنين وثلاثة ما في نار، يعني ما فيش طبيخ في البيت، ما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. ولذلك ننتبه لهذه القضية أحبائي في الله سبحانه وتعالى. ولذلك الكفار يتمتعون كما قال تعالى في سورة القتال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل النار كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم. وبعدين يوم القيامة يقال لهم في سورة المجاورة سورة القتال، وبالمناسبة سورة القتال سورة محمد عليه الصلاة والسلام، في السورة اللي جنبها سورة الأحقاف يقول تعالى يوم القيامة يقال للكفار اللي تمتعوا وتنعموا في الدنيا، يقول لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ولذلك طيب أما في الآخرة الله تعالى رسول يقول: العيش عيش الآخرة.